مرحبا بكم معايا في ستراسبورغ كاز مدينة اللي عمري ما جيت نشوفها. واليوم غادي نكتشفوها انا وياكم. والله خرجت من لاكار حطني التي جي بي اللي دار بيا واحد ساعة و50 دقيقة، يعني دغيا صراحة دوزت كامل الناس، وفي الاخر تقديت شوية. لاكار كاينة في سونتر فيل. دابا غادي نمشي نكتشف، غادي نشوف في الماب، غادي نكتشف في الانترنيت شنو نقدر ندير. عندي بالضبط 3 سوايع كاز، 3 سوايع باش نكتشف هاد المدينة الفنة الكيوتة. كما كتفكرك في المان هذيك حاجة باينة يا بغيت نقولها. شوفوا لا كار شحال زوينه تماك، فريمون كبيره وواعره فنا. لي بوس هما ايسون ستيلي. دابا 12 غادي نمشيو نتغداو، خاصه نمشيو للماكدونالد باش نحط التليفون ديالي تشارج، خاصني مازال عندي الطريق من بعد. هذه ماشي فاينل ديستنيشن، جوست ان بيتي ستوب لي غادي نديرو هنايا باش نديكوفريو هاد ستراسبورغ، ومن بعد فاينل ديستنيشن. خليكم تقولوا عليا في لي كومونتير. تحركوا، الوقت راه محسوب عندنا. ملي خرجت من لاكار لاحظت بان كاع الناس كيتبعوا هاد الطريق، كيمشيو نيشان واحد الزنيقه اللي تماك، وقدام لاكار كاينين بزاف ديال لي زوتيل. ماكدو باش نشوف واش كاينين دي بريز. ساعة البلايص لي فيهم لي بريز قلال كاينين فوق و إيسون بريز، دو مغاديش ندخل ماكدو إلا مكانش شي بلاصة فين نقدر نشارجي، دونك غادي نمشي لبلاصة أخرى. فوالا فغيمون حيت التيليفون ديالي خصو يبقى شاعل نهار كامل، مازال عندي طريق طويلة. رحت نشوف واش شي محل واحد آخر بحال والو لا فلسي كباب. غايز يلا لقيتوني، يلا لقيتوني دخلت لواحد المحل تشوك، تبارك الله عليه الاقبال بزاف، فريمون داروا لي الناس بزاف داخليني. قلت علاش لما ندخلش لي هو، قلت هذيك المره قلت لها واش عندك شي بلاصه اللي فيها بريز، قالت لي وي. دخلتني لداخل فوالا، ودابا غنشارجي التليفون ديالي. شوفوا نوريكم دونر كباب، صراحه يكون بنين بزاف. نحط تليفوني تشارجا وناكل اللي انت بخاطركم بخاطركم. بيلا يلا بيزوات، غنخليكم غنكمل معاك ديالي ونتلاقاو على برا. انا رجعت ودابا غادي نقدر نكمل التركيله ديالنا باش ما نتلفوش. بوند روبير ديالنا غادي يكون هو لاكار اللي كاينه تماك، نيت من تماك فين خصني ناخذ طرام باش يديني لاكار روتيير اللي فيها البيت. وانا كان كيسحب لي بان هي كاينه نيت سونتر فيل، ساعه نو خصني واحد 17 مينوت بحال هكاك، وصراحه ما بغيتش نغامر. دوكا نحاول 30 مينوت قبل نكون حدا لاكار. فوالا دونك دابا غادي تبقى لي غير ساعه ونص ديال الدوران. المهم يلا يلا تبعت راسي، ما شفت لا جوجل ماب لا حتى حاجه. المهم شفت غير فين انا في البلاصه اللي فيها، وما خصنيش نخرج منها باش نبقى في واحد لو سيرك. دابا انا كندور وهنا كاينين القهاوي، كاينين دي ماغازا وداكشي كامل. انا غادي نحاول ندير ان طوغ على هاد البلاصه ومن بعد نرجع للبلاصه اللي كنت، ومن بعد بغيت نتصور حدا داك الواد زوين بحال امستردام فايبس وداكشي زوين. دونك فوالا غادي ندور فين ما يبانش ليا الناس، غادي نرجع بحالاتي بس هنا فين كاينين الناس اغلبيه. لقيتوني وصلت كاز لواحد الساحة كبيرة بزاف سميتها بلاس دو كليبر. هنا كاين واحد لو بوتي مونيمون هنايا، بوتي مارشي ديال مكتوبة، وهنايا كاين الفونتين بحال هكاك. من الجهة الأخرى كاين لافنا، كاين دي ماكازا وصافي. هادشي لي كاين جست من كاليري لافايات، هي فغيمون كبيرة بزاف. هادشي لي كاين كاز فغيمون صحة زوينة كبيرة، زعما ماشي بحال ديال أورليون. بغيت نمشي نشوف نوتر دام ديال ستراسبورغ، صراحة هادشي لي كندير فيه راه سي با ايفيدون مع هاد لي فاليز لي كنجرهم وداكشي كامل. نحاول نكتشف لو ماكسيموم بوسيبل، ومن بعد كنحاول ما نبعدش بزاف كما قلت لكم. ستوب جايز، غادي نحاول نمشيو نشوفو نوتر دام ديال ستراسبورغ. غادا كنقرب لهاد لاكاتيدرال، وغادا كنتعجب صراحه دي تروك بحال هكا كنبغيش نقول عليهم سبحان الله ما شاء الله. حيت صراحه سي با لا ناتور، بريفير لارجومون لا ناتور، ولكن دي فوا تو تجي كيفاش الانسان يقدر يصنع بحال هادشي. لايك هادشي كبير بحال هكا، واو، يعني ضروري خصك تقول ما شاء الله. الان هادي هي اطول كاتيدرال شفتها في حياتي حد الان، هي ديال ستراسبورغ نوتر دام.
فوالا شوي شحال ديال لي توريست هنايا قدامها كاينين لي كافي لي ريستوران. فوالا جايز سو بيوتيفول. واو شوفوا الناس شادين الصف. ها هي دو فاس والا انورم كما كتشوفوا كلشي كيتصور حداها. الناس شادين الصف فريمون صف طويل بزاف باش يدخلوا يفيزيتيوها. شوفوا لي ديتاي. شوف على منظر شحال زوين. اون بليس لو باتو كيدوز دابا من هنا من تحت. وهنا كاين الوريدات وداك الشيء فريمون مانيفيك. كاش نلقى دابا شي واحد يصورني. I'm in love with this series صراحة. إلا كنتي بغيتي تجي ولا عجبني في الصيف بحال هاد الجو يكون شميشة يبان لك شي زوين. كانت كتبان ليا في لي ستوري ولكن في البرد وكانت كتبغي. المهم أي حاجة أصلا في البرد كتكون خايبة. المرة الجاية إن شاء الله غادي نجي ونحاول ندوز نهار كامل من الصباح حتى العشية نكون هنايا ونفيطي من هاد المدينة ونشوفها أكثر. أنا دايزة ودابا لقيت راسي قريب حدا لاكاغوتيا. دونك قالت لي غادي مينوت كملوا الطريق ديالنا وحنا غاديين وكنكتاشفوا وديروا كلكو فوتو بحال هكا كنا نخليهم ليكم. لقيتوني ساليت من ديك البلاصة عرفتي ما مشيتش منها حتى تصورت 1000 تصويره. كاين فريمون لي فرونسي كاين غير لي توريست تقريبا. كاين تواركا كاين فريمون تواركا بزاف. عاد ما عاد كندير لا تليفون اللي فيه 30 عاوتاني خصني ضروري نحطو يتشارجا باش نقدر نكمل الطريق معاكم حيت سينا غنوصل لديك البلاصه وما عنديش كيفاش نهضر. بيغ يكونوا في لي بوس يكونوا دي بريز جيسبيغ يا ربي. ثم بعد وي غناخد فليكس بوس ليتس جو. وصلت لهاد البلاصه اللي سميتها كي دي زالب. هنا فين كيدوز الواد هنا كاينه قنطره نورمالي كاينه ستاسيون ديال الترام سميتها ايطوال بوكس. هنا فين كنت غنهبط كون خديت الترام صافي غادي نقطع. وهنا فين كاينه لاكاغوتيير 20 مينوت دابا باش يجي البوس. الناس اللي دابا من ستراسبور قولوا لي كيفاش دايره لا في اتوديون ديالكم هنايا واش كاين الملل واش لا واش هي فيل ممله كي دايره. اون تريكين تي ستراسبور كانز شوفوا نخدو الوجه شحال زوينه فوتو روت دابا ديريكسيون. او ماي جاد قلت لكم التليفون ديالي كتفكرني في الطفوله ديالي مع بابا وماما. كنا ديما كنمشيو نتقداو منها فاش كنكونو في سويسرا تقريبا مره في شهرين بحال هكا. كنا كنطلعو للمولوز وكنمشيو نتقداو كنتقداو اللحم كلشي. كنت كنحمل صافي غير ما كنتش كنحمل صافي الطوموبيل كانت كتجيني الدوخه بزاف. تبقى كيخوا كاز تقريبا كاع الناس هبطو هنايا اغلبيه الناس اللي لاحظت حيت كندوز باب واحد لاغي ما عقلتش على السميه دابا نتفكرها ونكتبها لكم. كانت واحد لاغي حتى هي الناس هبطوا فيها غير جوج ودابا اغلبيه الناس هبطوا دابا. فوالا ما عرفتش واش دابا نيشان ديك لا ديستيناسيون ولكن عاوتاني شي اغي واحد اخر. المهم نبقى نجربكم معايا حتى تشوفوا حتى يضرب لكم راسكم تقولوا فين بغا هذا الايفنت فين. المهم بعدا الى شفتوا الخريطه الى دخلتوا بلوز كيفاش كتبان لكم الحدود. هنا الحدود ديال المانيا هنا الحدود ديال سويسرا. بعد لكم كنا الانذر ستوب ديال الايروبور ديال مولوز اي بان اللي سميتها بازل هي في سويسرا في الحدود ديال سويسرا. ها كيفاش داير الايروبور. غتكون فهمتوها ولكن واخا هكاك غادي نقول لكم بزاف.
بزوات ونتلاقاو في الفيديو الجايه باش تشوفوا معايا كل شيء باش تشوفوا معايا فين غادي نخرج وعلاش جيت لهنا بالضبط. قلت لكم كاينه اون فيت اللي كتكون كل 4 سنين سو ستي تيون باش تكتشفوا معايا اكثر في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. غادي نديروا بزاف الحوايج اخرين وغادي نقول لكم بزوات ونتلاقاو في الفيديو الجاي. يلا I'm living my best life. كيبداو وكيبقاو غادي كيديهم الماء. الماء فن وغزال. غادي نقول لكم حاجه وحده. Enjoy with me the road.